Now, activity number three, read and circle the correct words. مطلوب منا نقرأ ونحط دائرة حول الإجابة الصحيحة. لو طلعنا بشكل هيك عام، حلاقي إنه هو هذا السؤال بحكي عن الـ verbs، عن الأفعال، لأنه كل خياراته على الأفعال. أوكي؟ قبل ما نحل هالسؤال، لازم نعمل revision، مراجعة لنوعين من الأفعال، اللي هم الـ present simple، present past أو simple past عفواً، الماضي البسيط والمضارع البسيط. نشوف هاي السلايد مع بعض. Here we have simple present versus simple past. نشوف كل واحد وشو استخداماته، الماضي البسيط والمضارع البسيط. Simple past استخدامه to talk about actions happened every day or habits، عشان نحكي عن أحداث تحدث كل يوم مثل العادات. أما simple past الماضي البسيط نستخدمه عشان talk about actions happened in the past، حدثت في الماضي. إذن الفرق بينهم إنه الأول بيحكي عن أحداث تحدث every day كل يوم، الثاني أحداث حدثت في الماضي. What are the keywords، الكلمات المفتاحية اللي بتساعدني عشان أعرف هذا الفعل هو شو؟ أول كلمة عندي في simple present every day، every week، every Sunday، every Monday. أوكي، كل هدول كلمة every كل وما نشوفها معناته أنا بحكي عن present simple. أما simple past الكلمات المفتاحية yesterday البارحة، last summer، last weekend، last night، كل هدول الكلمات بتدلل إني أنا بحكي عن simple past. ناو نحكي عن الفورم، شكله كيف شكل simple present. احنا اتفقنا انه الضمائر تقسم الى نوعين، في عندي ضمائر مفردة singular وضمائر جمع plural. هلأ الضمائر المفردة like she وhe وit، احكولي اذا بتيجي she وhe وit الفعل بنحط له s، واضحة الفعل اذا كان الاسم مفرد يأخذ s، لكن اذا كان في عندي they we you I جميعهم رح ياخذوا الفعل بدون s. شو يعني بدون أس؟ يعني nothing، بدون أي إشي، بضلوا الفعل مثل ما هو. برجع بعيد، إذا كان الفاعل مفرد، أوكي؟ عفواً، إذا كان الاسم مفرد، الفعل بياخد أس، لكن إذا عندي جمع، ما بياخد ولا أي إشي، بدون أس يعني nothing، بدون أي إشي. هذا الـ present simple، إذا بضيف أس مفرد، بدون أس جمع. أما simple past الماضي البسيط فبحكي لي أنا ما بتفرق علي لا مفرد ولا جمع، شو ما يكون يكون، سواء كان مفرد للشي والهي والإت، أنا بدي أخذ الفعل الثاني اللي هو التصريف الثاني. شو هو التصريف الثاني؟ يعني لا إما بياخد إيدي عشان أحاوله ماضي، أو إني بغير شكل الفعل. وإذا كان برضو جمع like they we you I، برضو بدي ياخد الفعل الثاني يعني إيدي أو بغير شكله. إذن نركز كثير على شغلة كثير مهمة، إنه في simple present في المضارع البسيط بيفرق علي إذا كان عندي مفرد أو جمع. المفرد الفعل بياخد أس، والجمع ما بياخد ولا إشي، بيضلوا مثل وهمه. أما في past ما بيفرق علي مفرد أو جمع، بضل الفعل مثل الحاول الفعل للماضي، لأما بضيف له إيدي أو بغير شكله. سوري، شوف أمثلة عليها. She plays tennis. She هي الفاعل مفرد، الفعل أخذ أس. Number two. We نحن جمع. Eat breakfast. إيه نأكل، ضلت مثل ما هي، ما ضفنا لها ولا أي شيء. Three. I do my homework every day. أنا أحل واجباتي يوميا. I تعامل معاملة الجمع، إذن الفعل ما بياخد ولا أي إشي. في المقابل نفس الجمل أنا حولتهم للماضي، حكيت إذا بدي أحول للماضي الفعل نفسه، لإما بدي أضيف له إيدي إذن هو منتظم، أو بغير شكله تماما غير منتظم regular and irregular. نشوف الجملة الأولى، she الفاعل نفسه plays تحولت إلى played، حطت لها إيدي هي منتظمة، she played tennis. أوكي، we الماضي من eat، ate
breakfast. هون تغير شكل الكلمة. Irregular. الماضي من eat, ate. Number three. I did my homework yesterday. I did. الماضي من do, did. أنا حليت أو قمت بحل واجباتي البارحة. I did my homework. إذن الشغل الوحيد اللي بنركز عليها إنه الفاعل هو اللي بيحدد لي أنا شو بدي أختار الفعل أحياناً بدي يجي وراء. إذا كان مفرد في المضارع البسيط يجب أن يأخذ أس، وإذا كان جمع ما بيأخذ أس. أما في الماضي البسيط ما بتفرق علي مفرد أو جمع، في الحالتين يجب أن أضع إيدي للفعل أو أغير شكله إذا كان غير منتظم. الآن نعود للكتاب ونشوف الأسئلة. هون لو انتبه ما في عندي ولا أي كلمة مفتاحية، إذا أنا هون لازم أركز على الضمير على الاسم في بداية الجملة. نشوف الاسم. عمر بارو or borrowed Ben's computer. نشوف عمر مفرد، شخص واحد. بأنه مفرد إذا كان مضارع لازم يأخذ الفعل أس، وإذا مش مضارع إذا هو ماضي بده يأخذ إيدي. تعالوا نشوف الخيارات اللي عندنا. بارو في معها أس؟ نو. طب بارود في معها إيدي؟ إذا شو الخيار أنا بدي أختاره؟ هذا مفرد، مفروض إذا كان مضارع يأخذ أس، بس ما عندي ولا خيار فيه أس، إذا أنا بلجأ لمين؟ بروح للماضي، سبتصير بارود. عمر بارود بنز كمبيوتر. أوكي، برجع بعيد وبكرر، ليش أنا هون اخترت بارود بالماضي؟ لأن المضارع عندي خطأ، بارو لازم يكون معها أس المفروض عشان ياخدها عمر، وان ما عندي أس إذن أنا بلجأ للماضي. نشوف نمبر 2. عمر's dad. عمر's dad أبو لعمر، أبو شخص واحد مفرد. بده ياخد choose ولا chose اختار the TV program. عندنا choose يختار بالمضارع و chose اختار بالماضي. برجع لعمر's dad. عمر زاد واحد مفرد، المفروض إذا كان مضارع الفعل ياخد أس. طب هل choose معها أس؟ نو. و choose الثانية ماضي، إذا شو الإجابة الصحيحة؟ chose the TV program. 3. Vania helped Amy use the mobile phone. رانيا شو بعتبرها؟ مفرد للأنثى واحدة، شخص واحد، لأنها مفرد إذا كان مضارع الفعل لازم يأخذ أس. نروح ندور على الأس. help فيها أس؟ no. طيب الخيار الثاني helped بالماضي، إذا أنا شو لازم أختار؟ رانيا helped Amy use the mobile phone. أوكي. number 4. you click or clicks on the mouse. you أنت تعامل معاملة الجمع. لو رجعنا على الباوربوينت حبينا نتأكد بس، هاي كلمة you تتعامل معاملة الجمع، وإن الجمع ما بياخد أس. أوكي، وإذا كان بالماضي نضيف له إيدي أو نغير شكله. تعالوا نشوف الخيارات اللي عندنا. you click or clicks on the mouse. أها، وإن الجمع تأخذ click or clicks مع أس ولا بدون؟ very good. so you click on the mouse. 5. you press or pressed the blue button to turn on the mobile phone. you جمع، إذا مفروض الفعل ما يأخذ أس، وفعلا أنا هون الفعل ما أخذ أس، بس برضو في المقابل في عندي pressed ed بتزبط، لكن في هاي الحالة إحنا دائما بنتجه للفعل المضارع بالأول. so you press the blue button to turn on the mobile phone. number 6. you turns on the computer with this button. نطلع على الاسم، الفاعل you اللي هو إنه تعامل معاملة الجمع، الجمع ما بياخد أس. ندور turn or turns.
Turn. Very good. So you turn on the computer with this button. Thank you.